وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة جليلة السيد جواد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. أهلا بك معنا في نشرة الثامنة، وبداية حدثينا عن البدء في بروتوكول التطعيم للقاح الفرنسي من شركة فالنيفا. مساء الخير وكل عام وانتم بخير ويعطيكم ألف عافية. طبعا حرصت مملكة البحرين على توفير شتى الطرق الوقائية والعلاجية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة. نعم. وفي هذا الصدد طبعا مملكة البحرين أجازت لقاح فالنيفا من الفرنسي، ويعد هاي اللقاح سادس لقاح تجهيزه مملكة البحرين للاستخدام الطارئ من لقاحات المضادة لكوفيد 19، مما يعطي حرية للاختيار للمستفيدين من الخدمات لعدة لقاحات متاحة بسهولة ويسر من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية. وطبعا مملكة البحرين كانت أول دولة تجهيز هذا اللقاح من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، واللي طبعا شملت عدد من الخبراء أو لجنة مختصة في الهيئة لمراجعة جميع المعطيات التي تتعلق بسلامة اللقاحات مأمونيتها قبل إعطائها التصريح الطارئ على ضوء المعطيات المتاحة لهم حاليا. بعدها طبعا تم عرضها على لجنة التطعيمات اللي تضم عدة خبراء، ومن ثم تم تصريحها والبدء باستخدامه كجرعات ابتدائية للي غير محصنين أو كجرعات منشطة. وطبعا يعطى هاي اللقاح عن طريق العضل في جرعتين بالنسبه للجرعات الابتدائيه بالفاصل 28 يوم، وللجرعات المنشطه كجرعه منشطه لاي من اللقاحات. طبعا هاي اللقاح هو لقاح معصل، لقاح غير حي، وهو مصنع بالطريقه التقليديه للقاحات، وبوجود ماده محفزه او مضافه لانتاج اجسام مضاده، مما يعطي فاعلية أكبر لهذا النوع من اللقاحات. نعم، ما هي أبرز مميزات هذا اللقاح؟ وهل هو موجه لفئة عمرية معينة أو هو مفتوح لجميع الفئات العمرية؟ طبعا يعطى هاي اللقاح للمستفيدين منه والراغبين في أخذه من عمر 18 عام فما فوق. طبعا في كبار السن في بعض الفئات قد يكون لها استثناء، مثل ذوي الحساسية لأحد مكوناته أو لوجود أي موانع صحية أخرى تعيق ذلك، ولكن بصفة عامة هو لقاح معصل، لقاح غير حي، وهذا تصنيعه بالطريقة التقليدية يعطي معدل سلامة قد يكون متوقع، خلينا نقول الآثار الجانبية متوقعة اللي تشمل آلام في موقع الحقن وغيرها، بالإضافة إلى وجود مواد محفزة تسهم في فاعلية كبيرة بوجود أجسام مضادة. هاي اللقاح متوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، عدد من المراكز ممكن أيضا الحصول على المواقع أو المراكز الصحية اللي متوفر فيها اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة له healthalert.gov.bh، والمراكز اللي تعمل على مدار 24 ساعة في موجود في مركز مثل يوسف إنجينير، حالة مماهر، وغيرها من المراكز الصحية. فاللقاح متوفر، تم توفيره واستلام دفعات منه في مارس، والبدء باستخدامه منذ يوم الخميس للمواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح. نعم، لطالما كانت مملكة البحرين سباقة في التعاطي مع جائحة كورونا على مختلف الأصعدة. الدكتورة جليلة السيد جواد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، شكرا جزيلا لكِ.